مرحبا أعزائي متابعي قناة بلين بعين العربية. شرح اليوم هو عن تطبيق تيك توك، وتحديدا كيف راح أربط حساب التيك توك مع الفيسبوك. قبل ما أبدأ أشرح لكم عن هذه الطريقة، طلب أنه تشتركون بالقناة، تفعلون الجرس، لايك الفيديو. في البداية طبعا كثير متابعين سألوني عن طريقة الربط، لكن أنا بحثت ووجدت هذه الطريقة الحصرية اللي موجودة في قناتي، وساعدوني كل واحد يدخل رجاء الاشتراك ويشاهد الفيديو واحد كل يوم، لأنه أنا الفيديوهات اللي أعملها كلها أطبقها 100% وأنشر لكم إياها. الآن طبعا راح تدخل على حساب التيك توك، هذا حسابي الاحتياطي، وراح أدخل هنا بالأعلى. طبعا لازم يكون عندك حساب فيسبوك، والأفضل نفس تاريخ الميلاد. الآن أدخل على 3 أسطر بالأعلى، وأدخل على الإعدادات والخصوصية. بعد ما دخلت على الإعدادات الخصوصية، راح تنزل إلى الأسفل، راح تلاقي خيار تبديل الحساب وتسجيل الخروج. أروح على تبديل الحساب، راح تشاهدون عندي هنا هذا حسابي الثاني وهذا حسابي الأساسي. أنا أريد أدخل هنا على حسابي الأساسي وأربطه الاحتياطي وأربطه ويا الفيسبوك. أدخل هنا على إضافة حساب، أدخل بالأسفل على تبديل حساب، وهنا إضافة حساب. هنا راح يظهر لي هذه الخيارات، مثل ما تشاهدون لديك حساب بالفعل تسجيل الدخول. خذني هذه الصفحة، تسجيل الدخول باستخدام الهاتف، هنا الفيسبوك، الأبل، وباستخدام جوجل أو بتويتر. فأنا راح أقول للمتابعة باستخدام فيسبوك، أقول له متابعة، أخذني لهذه الصفحة. مثل ما تشاهدون هنا إذن اسمك وصورتك في الملف الشخصي، تعديل صلاحية الوصول، هنا تريد السماح والبريد الإلكتروني، وجهة نظري يعني إخفاء، والأصدقاء تبقى براحتك، هل تريد إخفاء أو لا، وقائمة الأصدقاء أيضا. فأقول له متابعة باستخدام. الآن صار ربط بين الفيسبوك وبين هنا، مثل ما تشاهدون انطاني تاريخ الميلاد، فأني أصلا راح أخرج، ما أريد تاريخ الميلاد أكتبه الرجوع، لكن الآن صار عندي حساب فيسبوك مربوط ويا حساب التيك توك. شلون راح أعرف؟ راح أدخل على الفيسبوك وأدخل على الإشعارات، وصلني هذا الإشعار، أدخل على 3 نقاط، راح يظهر عندي قمت بتسجيل الدخول إلى تيك توك في 23/10 الساعة 10:51. تمام، مثل ما تشاهدون صار ربط بين التيك توك وهنا الفيسبوك. فتبقى براحتك، تريد تحذف راح يكون من هنا الحذف، وتريد تخليه طبعا يبقى انت هذا الربط. اتمنى فدتكم بهذه المعلومات. طلب لا تنسوني باشتراك ولايك وتفعيل الجرس. تحياتي ومع الف سلام. قبل ما انهي الفيديو فقط حبيت اشير الى انه فحص حساب التيك توك ضروري، تشاهدون هذا الفيديو راح يكون بصندوق الوصف، راح تفحص حسابك التيك توك، واي مشكله راح تكون موجوده راح تظهر عندك. والنقطه الثانيه، هذه الطريقه الوحيده الموجوده حاليا لربط حساب الفيسبوك ويا التيك توك، ومثل ما تشاهدون هذه الصوره كانت بالاعلى.